مجدي ابقى معي، سأعود إليك لاحقا للحديث عن تاريخ هذا الحدث الكبير، ولكن اسمحوا لي أن ينضم إلي أيضا عبر الهاتف الأستاذ أحمد مسعود، كبير مفتشي آثار أبو سمبل. دكتور أحمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أهلا بك. ما الذي يعكسه هذا الحدث التاريخي والسياحي الكبير على وما مردوده على السياحة المصرية، وما الذي يعكسه أيضا من عظمة وتاريخ الحضارة المصرية القديمة؟ طبعا في البداية كلنا نعرف يعني أهمية الحضارة المصرية القديمة بالنسبة للحضارات الإنسانية عموما ولمصر خاصة. طبعا معبد أبو سمبل واحد من أهم الآثار اللي تشهد على عظمة الحضارة المصرية القديمة، واللي بتميز طبعا بظاهرة فلكية فريدة من نوعها بتحصل في معبد أبو سمبل. استطاع المصري القديم أنه هو يجسدها في معبد أبو سمبل الكبير. الحدث طبعا اللي بيتم الاحتفال به في شكل كرنفالي واحتفالي كنوع من يعني الدعاية لأثرنا وحضارتنا الفرعونية، وكمان يعني كنوع من الاعتزاز بانتمائنا للحضارة المصرية. طبعا المرة في تعامد الشمس أو الاحتفال بتعامد الشمس شاهد العديد من الفعاليات الكبرى حسب ما أعلنت وزارة الآثار ووزارة السياحة والآثار منذ فترة عن استغلال حدث تعامد الشمس هذا العام والتاريخ المميز لتعامد الشمس اللي يعني لن يتكرر، وهو 22/2/2022 في إقامة فعالية كبرى تليق بهذا الحدث العظيم. شاركت العديد من فرق الفنون الاستعراضية الأجنبية والمحلية، مشاركة أكثر من 430 مشارك وأكثر من تسع دول و14 فرقة فنية. طبعا ده كان بتنظيم من مجموعة من الشركات المتخصصة الشركات العالمية المتخصصة في إقامة الحفلات والفعاليات الكبرى. شاهد طبعا تفاعل كبير من الجماهير، يمكن التفاعل ده انعكس من منذ أيام قبل كمان الفعالية، يعني الناس كانت بتشهد على إقامة البروفة، المدينة بالكامل كانت بتحتفل، وده طبعا كان بيدل على ارتباط يعني الناس بالحضارة المصرية، ويعني يعني حرصهم على مشاهدة الفعاليات المرتبطة بحضارتنا المصرية القديمة. حاليا طبعا الناس مصطفى بالآلاف لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس وفي انتظار شروق الشمس على قصة أقداس معبد أبو سمبل اللي بيضم طبعا تماثيل الآلهة المصرية القديمة اللي مرتبطة بعبادة الشمس. تقريبا احنا في انتظار 10 دقائق أخرى وهيتم حدوث ظاهرة تعامد الشمس. أنت موجود الآن في أبو سمبل أستاذ أحمد؟ أنا أمام المعبد الكبير. نعم، ماذا عن الإقبال؟ يمكن نحن نشاهد أمامنا في المشاهد المنقولة إلينا بعض الإقبال الكثيف من السياح، فماذا عن هذا الإقبال؟ طبعا احنا منذ يعني سنتين تقريبا ما كناش بنشوف أعداد كبيرة بهذا الحجم نظرا لتداعيات فيروس كورونا. ورغم طبعا يعني الحالة العامة اللي موجودة إلا أن الآلاف تقريبا حرصوا على مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس هذه المرة، وكان المتوقع طبعا الأعداد دي طبقا لأن وزارة السياحة والآثار أعلنت عن إقامة فعالية كبرى، والناس طبعا تفاعلت مع الحدث وتوافدوا بأعداد كبيرة، الآلاف من الأجانب والمصريين وكذلك الفرق والمشاركة في الاحتفالية موجودة في شكل كرنفالي وشكل احتفالي، ويتم تغطية الحدث إعلاميا بشكل مميز وطبعا بالتعاون مع كل الجهات المعنية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد مسعود، كبير مفتشي آثار أبو سمبل، على هذه المتابعة لهذا الحدث.